هذا هو تفسير الآية الكريمة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يبحث الكثير من المسلمين عن معنى آية ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس الواردة في سورة الأنفال، حيث ترشد الآية الكريمة المسلمين إلى مراعاة الإخلاص في نواياهم وعدم تشويهها بالرياء والبطر عند الخروج للجهاد في سبيل الله. إن معنى آية ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس أن الله عز وجل يحذر المسلمون أن يكونوا مثل قريش عندما خرجوا من مكة بهدف حفظ العير، فخرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف وأصروا على القتال حتى بعد معرفتهم بسلامة العير من أيدي المسلمين ليشيع صيتهم بين العرب ويسمعوا بهم ويهوهم، فكان خروجهم تكبرا وفخرا، كما أنهم اتخذوا نعم الله عز وجل عليهم وسيلة إلى ما لا يرضيه، كما أن خروجهم كان بقصد كسب ثناء الناس عليهم، وقد عبر عن الرياء والبطر بالاسم الدال على الثبات والتمكين دلالة على أنهم مجبولون على حب الظهور، كما أن من أهدف خروج قريش يوم بدر ليصد الناس عن دين الله عز وجل. وقد عبر عن الصد بالفعل الدال على التجديد والتغير إشارة من الله عز وجل إلى أن هذا الصد لم يحصل منهم إلا بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة بقوله تعالى: والله بما يعملون محيطا، لتحذير المسلمين من الاتصاف بهذه المواصفات السيئة المذمومة، مبينا أن محيطا بكل ما هو صغير وكبير، وأنه سيقوم بمجازات كل من أساء بعمله، كما أنه سيجازي بالحسنى كل من أحسن بعمله. لذلك على المسلمين أن يكونوا مخلصين بأعمالهم لله عز وجل وحده. ولا بأس في هذا المقام من ذكر أقوال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة. تفسير الطبري: في الآية الكريمة إشارة من الله عز وجل للمسلمين بأن يجعلوا نواياهم خالصة له في جميع أعمالهم، وتحذير لهم من الرياء كما فعل مشركو قريش عند خروجهم يوم بدر، حيث كان الهدف من هذا الخروج هو أن ينتشر صيتهم بين العرب فيتحدثوا به ليصدوا الناس عن دين الله، وذلك بقتال المسلمين وتعذيبهم. ويختم الله عز وجل الآية الكريمة بإخبار المسلمون بأنه محيط وعليم لا يخفى عليه شيء من أفعال المشركين. تفسير ابن كثير: في الآية الكريمة نهي من الله عز وجل عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم يوم بدر، حيث إنهم خرجوا دفعا للحق ومفاخرة وتكبرا، وفي ذلك إشارة للمؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله. ثم يخبر الله عز وجل في نهاية الآية الكريمة بأنه عليم بما جاء به هؤلاء المشركين، لذلك كان جزاؤهم شر الجزاء. تفسير القرطبي: يحذر الله عز وجل المسلمين من أن يكونوا مثل أبي جهل وأصحابه عندما خرجوا يوم بدر لنصرة العير، فخرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فكانوا مستغلين نعمة الله عز وجل عليهم بالمعاصي.